العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. جاءني أنا هنا علي حسن، وجاءني أيضا الأخ مشهور، الأخ علي حسن والأخ مشهور، وجاءني معهم الأخ وليد الجابري، وكذلك أخونا عاصم القريوتي إن لم تخن الذاكرة، والأخ يحيى الحجوري. واجتمعنا وذكرت له سليم الهلالي وموقفه من أبي الحسن في مسألة أخبار الآحاد، وقلت له فأخ علي سليم يقول كذا وكذا وكذا، ويكتب في هذه المسألة كتابا الأدلة والشواهد في حجية خبر الواحد، ويقول عن هذه المقالة أن خبر الآحاد يفيد الظن مقالة سوء، أو قال شر مقالة سوء أو مقالة خبيثة تأبطت شر للإسلام والمسلمين. والآن قلت له لأجل عيني أبي الحسن يقول المسألة خلافية بين أهل السنة، فمثل هذا هل يوثق به يا أخ علي؟ فلا ينني في الكلام، لا أتذكر ماذا قال. فقال الأخ مشهور وأثنى على سليم، والأخ فاضل وهو موجود وممكن يعني تجلسون معه وتتناصحون، فقلت لهم الذي يبيع دينه لا يؤمن على شيء عداه، وهذه المسألة التي يتكلم فيها الآن سليم ويعلم، وقد كتب فيها كتابا قديم من أوائل من كتبوا فيها في العصر الحديث سليم، وكتابته جيدة، الآن يبيع دينه لأجل أبي الحسن، والله لا يوثق به ولا أريد أن أراه ولا أجلس معه. بعد مدة ما علمت إلا والتليفون يدق علي والأخ يتكلم معي يقول الشيخ علي في المدينة ويريد زيارتك. قلت مرحبا وأهلا وسهلا به، منذ متى علي يستأذن علي؟ يأتي بدون إذن ولا موعد، حيه الله. فما أخذنا دقائق إذا بالهاتف يدق مرة أخرى، الأخ علي يسلم عليك ويقول معه شخص آخر سيأتي. قلت سليم، فحرنجم الرجل وسكت قليلا، تلكأ ثم قال نعم. قلت لا يأتيني ولا أراه، ولو ظن أنه يأخذني بوجه الحياة أو جاهة العرب لو جاء ودخل يدخل فهو غلطان، والله لا أطرده لا يأتي، لا أريد أن أراه. فبعدها ما عاد رأيت علي معه إلى يومنا هذا. ثم بعد ذلك ما علمت في عام 26 إلا وهذا الشخص الذي حدثني بالهاتف نلتقي أنا وإياه في موقف من المواقف ويخبرني بالذي جرى بين سليم والإخوان أيضا في مركز الألباني رحمه الله. هذا المركز أنا أمثله بالزير، حكاية قرأناها زمان، بدأ زير واحد للماء سبيل ثم عاد جباية وزارة يجبى به أموال المساكين، هذا المركز الآن أصبح هكذا، بدأ زيرا وانتهى جباية. وهذه القصة لها وقت آخر قد حكيته أنا لبعض إخوتي هنا وأبنائي. الشاهد يخبر ذي بالذي جرى بين الإخوان وبين سليم، وقال لي الآتي، والحزن عليه أنا أحيل عليه وهو هذا الأخ الذي اتصل، قال لأخ علي كان يريد زيارتكم مرة إلى المدينة لكن ما كنتم موجودين، بس الحمد لله لعلنا نجتمع إن شاء الله، أنا مسافر في الصيف. قال لي الأخ علي يقول كان الشيخ محمد أعرف بسليم على بعده منا على قربنا. قلت لكن قل له فرق، أنا باعته لدين لدال الدين، أما هم الآن يتكلمون فيه لدال الدنيا والدينار والدرهم، فشتان بين الدالين، أنا ليس بيني وبينهم أي دين، ما تركني في شيء،
لكن لما تكلمنا عنه من دال الدين أبوا أن يقبلوا. فلما مس دال الدينار والدرهم سمعوا به في الانترنت في الشبكة العالمية. تعرفوا الفرق بين الموقفين، تعرفون الصادقين. وأخشى أن تكون القضية تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخليلة، تعس عبد الخليفة. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فنحن ما نعامل الناس على الدينار والدرهم، نحن نعاملهم ألا ترضوا أن يذهب الناس بالشاع والبعير وتنطلقوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألا ترضون أن يأخذوا الدنيا كلها برمتها ويسلم لكم دينكم وعقيدتكم السلفية؟ هذا الذي ننطلق نحن منه. فالدنيا لا أدب عليها ولا فيها شيء يستحق أن يتأسف عليه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع منها 3 ليالي اتباعاً.